السلام عليكم ما سر غضب الرئيس عبد الفتاح السيسي ورسالته القوية حشيله من على وش الأرض وأيضا نتابع في هذا الفيديو تفاصيل وفاة شاب الشرقية الذي ذهب بصحبة زوجته المريضة فمات هو إليكم التفاصيل وفي الفيديو ده مش هقول لكم زي كل فيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وبالاشتراك في القناة ولكن كل اللي هطلبه منكم تدعوا لهذا الشاب برحمة والمغفرة اليكم التفاصيل، تفاصيل رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي حشيله من على وش الأرض. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة غاضبة جدا لمن يريد أن يفكك مصر وشعبها، ويزرع الشك في نفوس الناس ونفوس المصريين. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: كفوا ألسنة الكذب والتشكيك عن مصر، كل إجراء هنقوم به لمصلحة البلد، ولم نضغط على المصريين في أي شيء. وقال أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هيقرب من مصر حنشيله من على وش الأرض. أما عن تفاصيل وفاة شاب الشرقية ذهب أحد الأشخاص برفقة زوجته المريضة إلى الطبيب عندما دخل إلى العيادة جلس على الكرسي وبعدها فجأة انحنت رأسه على الأرض انتبه إليه أحد ثم فجأة سقط على الأرض واكتشف الطبيب أنه فارق الحياة دمنا من الجميع أن يدعو له بالرحمة والمغفرة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله